أهلا بكم من جديد ضمن خطة التنمية الثقافية لوزارة الثقافة أطلقت مسابقة مدينة الثقافة الأردنية التي شاركت أو شارك بها ألوية ومحافظات عدة نتعرف عليها مع زميلتنا هيا ستبوها يعتبر أحد المشاريع الأساسية في خطة التنمية الثقافية مشروع مدن الثقافة الأردنية التابع لوزارة الثقافة حيث أعلن وزير الثقافة الأسبق صلاح جرار والأمين العام لوزارة الثقافة هزاع البراري أسماء المدن التي تم اختيارها الواقع في هذا اليوم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المدن الثقافية التي تم اختيارها من خلال لجنة المدن الثقافية المشكلة في وزارة الثقافة والمشكلة من وزير الثقافة بقرار منه وبرئاسة معالي الأستاذ مازن الساكت بعد أن نظرت اللجنة في الطلبات المتقدمة وعددها ستة طلبات ونظرنا فيها جيدا من حيث البنى التحتيه توافر البنى التحتيه من حيث الامكانيات من حيث المشاريع من حيث الانشطه من حيث عدد الهيئات الثقافيه في كل مدينه من هذه المدن بعد ذلك اوصت اللجنه لمعالي وزير الثقافه بان تكون الرمثه مدينة للثقافة في هذا العام وأن تكون أيضا لواء عين الباشا كذلك مدينة ثقافية لهذا العام وأن تكون يعني يكون لواء الأغوار الجنوبية مدينة ثالثة في الجنوب ل العمل الثقافي او لتكون مدينه للثقافه حقيقه نحن نامل من هذه الالويه ان تنهض بعمل ثقافي متميز لتوافر البيئه الثقافيه التي تتيح لهذه المدن ان تقدم عملا ثقافيا نوعيا ومتميزا بسبب وجود مكانه تراثيه ومكانه تاريخيه عريقه لكل واحدة من هذه المدن الثلاث كذلك نامل تعاون الهيئات الثقافية المختلفة نامل تعاون القطاع الاقتصادي والمجتمع المحلي مع هذه هذه الانشطة وكذلك نحن نتمنى لهذه الانشطه الثقافيه ان تحظى بالنجاح ان تتكلل بالنجاح في نهايه العام لكن نتمنى ان تكون الانشطه مستدامه يعني دائمه وليست فقط خلال هذا العام وفي الوقت نفسه نتمنى للالويه التي لم تفز بالمسابقه في هذا العام ان تحظى بان تسمى مدنا ثقافيه في الاعوام القادمه ان شاء الله ويهدف المشروع بشكل اساسي الى ابراز ما تزخر به المدينه الاردنيه كجزء لا يتجزا من المملكه من تراث متنوع وتثمين رصيدها الثقافي وتاكيد على دور الثقافه باعتبارها ركيزه اساسيه من ركائز التنميه الم مستدامة. اليوم تم اطلاق المرحله الثانيه من مشروع المدينه الثقافيه لانه كان المشروع الاول عن مراكز المحافظات انتقلنا الان الى مراكز الالويه وتم اشراك ايضا المجالس المحافظات المركزيه لتكون شريكا في اختيار الملفات التي ستترشح للتصفيه النهائيه في الوزاره احنا شك في الوزاره شكلنا لجنه من خبراء واكاديميين ومثقفين للنظر في هذه الترشيحات من المحافظات واختيار الالويه التي ستكون هي مدن الثقافه لعام 2018 ورعينا ان يكون في كل اقليم مدينه مثلا في إقليم الشمال كانت مدينة الرمثة في إقليم الوسط منطقة عين الباشا وفي الجنوب الأغوار الجنوبية وبالتالي هذا توزيع للتنمية الثقافية وإشراك الجميع بالفعل الثقافي وسيكون هنالك موازنات لكل مدينة ثقافية لتقوم بتنفيذ أنشطتها وأعمالها في مجال الثقافة على مدار العام ونتمنى أن يشارك الجميع سواء كانوا كتاب او مثقفين او هيئات ثقافيه او حتى هيئات اقتصاديه في دعم هذا الفعل الثقافي لان الثقافه اصبحت الان هي يعني مرتكزنا للايام القادمه وهي ايضا بموضوع الامن الثقافي هي حرز وضمان للمستقبل ان شاء الله. وتكمن اهميه استمرار هذا المشروع في مدن مراكز الالويه في تحقيق هدف الوزاره وادامه الفعل الثقافي وتعزيز مساحه الوطن وتاهيل وتدريب وتنميه مهارات الكوادر الثقافيه الوطنيه ومؤسساتها لتلبيه حاجتها الثقافيه وصولا الى التغيير المنشود نشكر زملائنا على هذا التقرير يعني قديش بتساعد مثلا يعني اطلاق مثل هذه الفعاليات مثلا هلا راح تكون الرمثه عاصمه للثقافه او مدينه للثقافه والالويه والقصبات قديش هذا راح تساعد اكثر لتنشيط الثقافه بهذه المحافظات ومدننا الاردنيه وايضا الالويه رح تعمل ترابط بعدين بين ابناء الشعب يعني بطل مثلا ابن المحافظه وابن المدينه يعني مختلف عن ابن القرية والاقل حظا والشغلات اللي زي هيك هاي الامور رح يعني يصير في تداخل في الافكار احيانا يعني حلو انه كمان نوصل لمناطق النائيه نحسسهم انه يعني في بالفعل في, بالجميع. في الثقافه واصلتهم والتعليم إن شاء الله كمان يديروا بالهم على المدارس كمان بالمناطق النائية والشغلات الأساسية الأمور الأساسية أساس ما يضلهم أنهم يحسوا حالهم أنهم مش داخل يعني لازم يكونوا ضمن العاصمة أو صح. ضمن المحافظات الكبيرة يتواجد بالعاصمة حتى يعني يستفيد من هذه الأمور بالضبط.